هذا القار فرعي، هذا سكة القطار. ايه هذه ما احنا الحين ما جيناها. هذا خدك يمين مو هني، خدك يمين هالضلعان. هذا طريق المقناص الى اعماق صحراء موريتانيا، وكعادة اهل القنص في اثناء رحلتهم ينشدون ويحدون احلى الالحان واعذب الكلمات في البر والقنص، ليقطعوا طول الطريق بمسامرة بعضهم بعضا. يا هلا يا ابو هيا، يا مرحبا. ها ابو ناري، خر وجه، خر خلشوف وجه سبع مدهان جيبة. بدي ضبط السبع، ضبط السبع بعدها. صورنا يوم هالعودة عمري تاني تلنا ما حد بباية. الله الله يا رب. هذا جمال المهدي ويا اخو فيصل ورجعان شاش معاهم، راكب ديله وكروزر.